أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، حيث سنناقش محورين. المحور الأول سيكون عن سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية والأساسية في ظل الحرب لعامها الرابع. كيف تسير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية والأساسية في عموم المناطق؟ وكيف يعيش الطلاب أجواء الامتحانات في ظل الحرب والنزوح؟ وماذا عن الترتيبات الأمنية لحماية اللجان الامتحانية ومنع الغش؟ هل تسير الامتحانات هذا العام بشكل موحد في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية؟ وما هي الآلية المتبعة؟ وماذا بشأن الطلاب النازحين؟ كيف تم ترتيب أوضاعهم الدراسية؟ وما الصعوبات التي يواجهونها بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها الجهات المنظمة للعملية الامتحانية هذا العام؟ أما في المحور الثاني من هذه الحلقة فسنناقش موضوع الهجرة، صعوبة الخروج من البلاد وتكلفة البقاء في المهجر. لماذا أصبح أغلب الشباب اليمنيين يطمحون إلى الهجرة خارج الوطن رغم معرفة بكثرة الصعوبات والعوائق التي سيواجهونها أثناء السفر وعند الوصول إلى البلد المراد؟ وأيضا هل يجد المهاجرون الذين غادروا وطنهم التطلعات والأمل التي رسموها في مخيلاتهم عند الوصول؟ ولماذا أغلقت أغلب الدول أبوابها في وجه اليمنيين؟ وما دور المنظمات الدولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر وغيرهم؟ وما دور الحكومة الشرعية المتمثلة في وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والسفارات اليمنية في التوصل مع هذه الدول لتسهيل الطريق أمام المهاجرين واللاجئين اليمنيين وتخفيف الصعوبات التي يواجهون عند الوصول إليها؟ نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول هذين الموضوعين بعد أن نشاهد التقرير التالي. كالعامين الماضيين لم يختلف المشهد ولم يتغير كثيرا واقع التعليم. عملية تعليمية منقسمة ومدارس مدمرة وغياب كامل لجودة التعليم، هكذا اعتاد طلاب الشهادة الثانوية والأساسية في اليمن خوض امتحاناتهم، وهذا ما شهده قطاع التعليم بعد دخوله خط الحرب. أكثر من 6 ملايين طالب أصبح مستقبلهم مهدد في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ ووضع سياسي لم يستقر منذ 3 أعوام، فالمدارس التي كانت صالحة للتعليم بالأمس لم تعد كذلك اليوم، والمعلمون الذين كانوا متواجدين بالأمس لم يعودوا في مدارسهم اليوم، فمنهم من قتل ومنهم من انضم إلى جبهات القتال ومنهم من فر بعيدا عن لهيب الحرب وواقع التعليم المنقسم. تزامن انقسام توقيت الامتحانات مع انقسام إداري واضح في العملية التعليمية بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بعدن بدء امتحانات العام الدراسي في مدارس المحافظات المحررة في وقت مخالف لما أعلنته الوزارة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. لا تتوقف مشكلة التعليم عند هذا الواقع المنقسم، بل باتت عشرات المدارس والمرافق التعليمية تستخدم لأعمال عسكرية ومراكز تدريب للمقاتلين. في الجديد قالت منظمة الإسيسكو للعلوم والثقافة إن الحوثيين يمارسون تدميرا ممنهجا لقطاع التربية والثقافة والإعلام. جاء هذا على هامش الإعداد لندوة دولية حول أوضاع المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية في اليمن، وحذرت المنظمات في وقت سابق من مخاطر تغيير المناهج التعليمية واستبدالها بأخرى تكرس التوجهات الطائفية للحوثيين. كغيره من القطاعات يعيش قطاع التعليم حالة فقر مادية ومعنوية، فمنذ 3 أعوام أوقفت رواتب المعلمين واختطفت ميليشيا الحوثي المئات منهم وزجت بهم في السجون، وأجبر الطلاب على المشاركة في القتال بتجنيدهم بطرق مختلفة. إذا تابعنا التقرير حول المحور الأول عن سير العملية الامتحانية للطلاب في عموم المحافظات. لدينا اتصال من تعز، الأستاذ مكرم العزب مشرف في وزارة التربية مكتب التربية في تعز. أهلا بك أستاذ مكرم. أهلا أستاذ. أستاذ مكرم، في البداية لو تضعنا في البداية في أجواء العملية الامتحانية في تعز. أولا الأجواء الامتحانية تمر بشكل طبيعي وانفرادي، لا يوجد أي معوقات باستثناء بعض الأشياء الطفيفة. اللجان الأمنية، لكنها تسير أيضا بشكل ممتاز وجيد، كل ذلك برعاية طبعا مباشرة من الإخوة في المحافظة ومدير مكتب التربية، وأيضا الكفاءة تقوم بدورها بشكل ممتاز ولا يوجد أي إشكاليات. يعني
طبعا هناك في الجمهوريه اليمنيه، على مستوى الجمهوريه اليمنيه هناك اكثر من 72,000 طالب يتم اختبارهم في 13 محافظه، يعني كان له التزام مع الوزير الدكتور عبد الله سالم الجمله ورئيس اللجنه العليا الدكتور الصوفي الدكتور صالح الصوفي. الاختبارات اخي العزيز تم بناءها مراعيه للظروف التي تمر بها البلد، ولا يعني الاختبارات كانت وفق معايير القياس والتقويم المعتمده دوليا. ايضا في وزاره التربيه والتعليم الوزاره الحريصه بان تقوم بتنشيط الاختبارات وفق المعايير معايير الاداره الصراع والمعايير الدنيا للتعليم في المعرفه يعني في العالم كله. ولذلك انه هناك بعض الاشكاليات التي تحصل في المراكز. الو اسمعك صدق. هناك بعض الاشكاليات التي تحصل في المراكز التعليميه، ايضا لا شك بان هناك ايضا تدني في التحصيل العلمي عند الطلاب بشكل يعني بشكل متفاوت بين مركز واخر، بين الريف والمدينه، بين الاناث والذكور. لكن هذا طبعا كله حادث بسبب انه هناك عده اسباب، منها انه الدوله مختطفه في صنعاء، وايضا امكانيات وزاره التربيه التعليميه كلها مسلمه بيد الميليشيا في صنعاء، ميليشيا الحوثي في صنعاء مسيطره على كل شيء، ولذلك وزاره التربيه التعليميه تقوم بجهود غير عاديه في تنفيذ الاختبارات في ادوار بعضها قد تكون مثلا في احد المدارس في صنعاء في اتاعز مدرسه الموجودي الطرف مكتب التربيه اللي استخدم هذه المدرسه، رغم انه الحوثيين على ابعاد يقومون بعمليه القنص الى جانب المدرسه، ولذلك تتم العمليه التعليميه وتمر عمليه الاختبار بسلام، والناس ايضا مصممين بانهم المواطنين مصممين، المواطن العامه من الناس مصممين بانهم تسير العمليه الامتحانيه وفق ما هو مخطط له، وعمليه نجاحيه تم الامور في تعاون من المكاتب التنفيذيه في المحافظه. ايضا ما ردت ان الامتحانات هذه تسير وفق نظام بدا تنفيذه من قبل 3 سنوات، والنظام التراكمي، النظام التراكمي لدرجات اول ثانوي ثاني ثانوي، وخذ بالاعتبار بانه ياخذ كل ماده 20% من المحصل العلمي للطالب، هذا جعل حد من عمليه الغش داخل المدارس. ايضا هذا الاختبار هذا الاجراء الذي اتخذته وزاره التربيه والتعليم ايضا جعل المعلم في الصفوف اول ثانوي ثاني ثانوي. الطلاب يشتكون بانهم لا يوجد معلمين، وفعلا المعلمين في بعض المدارس الى الان لم ينتظموا بشكل صحيح رغم استلام رواتبهم ل5 شهور الفائته، ولكن ايضا هناك معالجات تتم لاستيعاب المعلمين في المرحله القادمه، وتم الاستعانه بمعلمين يعني معلمين عن طريق التعاقدات وعن طريق ايضا يعني عمليه التطوع عمليه التطوع، وتم تصرف العاجز والحمد لله. لكن ايضا العمليه تسير وفق ظروف الحرب بشكل اجمل يعني واحسن. طيب هناك نقطه تتعلق بالطلبه النازحين يعني من المحافظات الاخرى، كيف يمكن وصف اوضاعهم؟ هل قدمت لهم تسهيلات؟ نعم شباب العزيز، شوف في محافظه تعز الحاله هناك اكثر من 260 طالب نازح معظمهم من محافظه الحديده. هؤلاء الطلاب تلقوا الاهتمام الكامل، اول حاجه الوفاه الى الان بسبب الحرب اللي موجوده ما زالت في مدارسهم، اعطيناهم وزاره التعليم اعطت فرصه لهؤلاء الطلاب لاستحضار حقائق وثائقهم السابقه، واعطتهم وقت من الزمن يعني اقل حاجه الى حين الى حين اعلان النتائج. و كل النازحين بدون استثناء في المحافظات المحرره بدايه تماما بالحديده. الان حتى نحن الان في الحديده تم اختبار يعني مركزين او مديريتين، مديريه حيس ومديريه الخوخه. اخي العزيز ايضا موضوع طلاب النازحين وهم ايضا يلاقوا رعايه كبيره من معالي الاخ وزير التربيه والتعليم ومن رئيس اللجنه العليا للامتحانات، ويعني لا يتم استثناء اي طالب مهما كان، الا ان ظروف الحرب والجانب الامني منعت بعضهم على الوصول للمراكز الامتحانيه. طبعا هناك ايضا خطه عند تحرير محافظه الحديده او اي مديريه في تعز يتم سيتم اجراء اختبارات جديده للطلاب يعني استثنائيه لهذه المديريه. في لدينا ايضا في تعز محافظه
المديرية الوصال ومديرية المقدمة ومديرية لم يتم لنا تحريرها والواد إلا وموزع هذه المعروفة ومديرية موزع الآن يتم اختبار في مصدر تأسع بسبب أنها كانت في مثل اختبارها مع طلاب ثانوية عامة بسبب أن الطلاب هؤلاء لم يتح لهم فرصة أيام سيطرة الانقلابيين على المديرية لذلك الآن يتم إجراء الاختبار المهم بشكل عام وزارة التربية والتعليم تقدم كل التسهيلات لإجراء العملية الامتحانية بشكل سليم وصحيح وبما يخدم مصلحة التلاميذ والأطفال في المدارس طبعا كل ما بوسعها تقديمه طبعا هذا يتم في ظل ظروف وزارة التربية والتعليم تعرف أنه طبعا الكتاب المدرسي كل إمكانيات الدولة موجودة في صنعاء ومن ذلك ما زالت التربية والتعليم وما زال الناس أيضا مصرين بأنهم يجروا هذه الامتحانات وأيضا بختامة كلام الأستاذ الشكر والتقدير لجهود المعلمين الذين يبذلون أكثر جهودهم في نجاح العمل التعليمية بدراء المراكز التعليمية في كل المحافظة اليمنية في كل المحافظات اليمنية أيضا يبذلون جهود بدراء مكاتب التربية الجهود كلها مكثفة نحو نجاح العمل التعليمية وهي عملية وطنية بالدرجة الأولى. أشكرك جزيلا أستاذ مكرم العزاب كنت معنا من تعز شكرا جزيلا لك أيضا من تعز ينضم إلينا الأستاذ محمد العزعزي تربوي في المحافظة أهلا بك أستاذ محمد مرحبا أهلا وسهلا إذا ما تحدثنا في البداية عن الصعوبات التي تواجه الطلبة الآن مع بدء العملية الامتحانية وأيضا عن تجاوب السلطات والجهات المعنية لتذليل هذه الصعوبات والمعوقات أمام الطلبة عائشة محمد العزيز من مديرية الشمالتين في البداية ممكن نعطي أرقام بلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 3429 طالب وطالبة وعدد النازحين 95 مع العلم أن عدد الأسر النازحة من محافظة الحديدة إلى الشمالتين بلغت 1200 أسرة نازحة تقريبا عدد السقوط 1675 طالب هذا الإناث 1600 طالبة بالإضافة إلى 30 بالقسم الأمني. النازحون بالنسبة لقضية الامتحانات بشكل عام لا يشعر الطالب ولا يشعر المدرس ولا يشعر ولي الأمر بأنه في امتحانات حقيقية وهي مجرد عمل روتيني فقط من هذين الشهادة الثانوية. الصعوبات اللي موجودة في المديرية يمكن تكون صعوبات مالية وما صرف في امتحانات الأساسية تقريبا 450,000 يخصم منها 15% ضرائب ما يحصل عليه المعلم الملاحظ تقريبا 250 ريال في اليوم وهذا يساوي أقل من نصف دولار ولا يفي بالغرض لكي يكون ملاحظ قوي أو مراقب في العملية التعليمية. نحن في هذه المديرية التي تسمى مديرية العلم مديرية التنوير منها تخرج منها معظم العباقرة معظم العلماء والأدباء والشعراء انتهت أصبحت شكلية ما حدث هذا العام أنه يوجد تقريبا 15 طالب حرموا العام الماضي بامتحان الشخصية وضيف لهم هذا العام 5 طلبة ومدير التعليم في المديرية قام بإجراء قانوني بنقل المركز الامتحاني من طريق صدر إلى مدرسة إبراهيم الحمدي لكن هناك نافذين لهم أولاد في هذه المراكز الامتحانية احتجوا ووقعت مشاكل بسبب تردي الوضع أنه في حالة انتهاء الشخصية كما أن في طلبة عدد كبير من الطلبة المتواجدين في جبهات القتال في المناطق الشرقية لم يؤدي امتحان هذا العام ولذلك لكي ينجح الطالب يرسل لأحد المنتحلين 1000 ريال سعودي من أجل أن يقوم بالعملية الامتحانية كبديل. ما يخص التعليم هي جبهة يجب أن تهتم بها والمفترض أن يكون 50% من الأهالي ينضموا إلى المقاومة و 50% ينضموا إلى جبهة التعليم لكي تنتظر الجبهات. ينهار التعليم تقريبا عندنا في هذه المديرية ينهار بشكل يومي وبشكل مخيف ليس فقط في المديرية ولكن بشكل عام.
وما تزال بعض المدارس كما يعلم الجميع لا زالت سكنات عسكريه وسجون سريه في المدينه. هذه المدينه لا يوجد فيها من هذا الشكل، لكن المدارس عباره عن خاويه على عروشها. المعلم منذ 687 يوم بدون مرتبات، ولذلك المعنويات النفسيه والمعيشيه والاقتصاديه للمعلم سيئه للغايه، ولذلك لا يعطي عطاء جيدا اثناء التدريس. الشيء الاخر ان الكامل العمليه التعليميه تقريبا منهاره او شبه منهاره، مقطعه من القاعه المدرسيه، المدرسه، المنهج المدرسي لا زال القديم، والمعلم والطالب، هذه الارشام اصبحت مشموله تقريبا. بالنسبه لما يخص الطالب، اصبح لا يعتمد على عقله، وبالتالي الغي العقل وتحول بدل وسائل غش جديده عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتس والانستغرام وغيرها. الشيء الاخر انه في هناك في المجال منفلت للغايه، وما يحدث في القاعات يتجمع ثلاثه اربعه خمسه مع بعض ويتم الغش من الكتاب بشكل مباشر. هناك جيوش او مجموعه من اولياء الامور و يتواجدوا بشكل ملفت امام المراكز الامتحانيه، يتعاقدوا مع مدرسين، يتعاقدوا بهدف تسريب الامتحانات او الاجابات النموذجيه، الى الطلبه، وبالتالي يكون الطالب قد حصل 50% من الاعلام الماضيه بهذا السنه وذلك الثانوي، و50% الذي يمتحن هذا العام ياخذها باجابات نموذجيه، وبالتالي تتصاعد المعدلات الى 97 98، لكن حقيقه الامر النتيجه تعتبر سخريه لانها لا تؤدي الغرض من اجل تعزيز القدرات العقليه للطالب، كما ان بعض الطلبه المتميزين او الجادين يصابوا باحباطات كون الطلبه الغشاشين والمنتحلين الشخصيه ينالون معدلات عاليه، بينما من يحضر لا ياخذ حقه، وبالتالي تصبح ثقافة الغش ثقافة مخلة بالمجتمع، وتصبح هذه الثقافة ثقافة سيئة وتعرج أو لا تختلف تقريبا عن كل المحافظات اليمنية. فالانهيار موجود في الشماتين، موجود في دهب، موجود في صنعاء، موجود في كل المحافظات المديرية اليمنية. أشكرك جزيلا أستاذ محمد العزعزي خبير تربوي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك على كل هذه الصورة عن الوضع التربوي مع بدء سير العملية الامتحاني، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود للبدء بمناقشة المحور الثاني في هذه الحلقة. قتل مباشر للأطفال بالتجنيد أو القصف أو القنص، ومن نجا من قناصات الميليشيا زرعت له الألغام في دروب المدرسة، ومن وصل لمدرسته وجد مناهج محرفة تصنع العبيد، أو منشآت تعليمية صارت أطلالا. التعليم درب الخلاص، لهذا يستهدفونه. إذا من جديد أهلا بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، سنناقش فيه موضوع الهجرة ما بين صعوبة الخروج وتكلفة البقاء في المهجر. يمكنكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الموجودة في الشاشة. لدينا اتصال في البداية في هذا المحور الأخ محمد محسن الحقب من القاهرة، هو ناشط ربما مهتم ومتابع لهذا الموضوع. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز سامي. حياك أخ محمد. بداية باعتقادك لماذا الشباب اليوم يقوم بهذه المغامرة غير المضمونة فيما يخص الهجرة، ونحن نتابع القضية الأخيرة ربما التي حصلت لبعض الشباب اليمنيين، ما هي دوافعهم وعلى ماذا يعتمدوا أنه ربما قد يأخذ هذه المغامرة وتسير الأمور على ما يرام ويصل إلى بلد المهجر؟ طبعا أخي الكريم، دعني أولا أن أوضح لك جانب.
هو أننا نتحدث عن الهجرة بشكل عام، سواء كانت هذه الهجرة بالمفهوم الطريقة الشرعية أو الطريقة الغير شرعية. لغة كلمة الهجرة، مفهوم الهجرات البشرية منذ قديم الأزل ارتبطت بالبحث عن الكلى والمرعى، وهي تعني انتقال الأشخاص من مكان إلى آخر مع نية البقاء مؤقتا أو بشكل عام. اليمني معروف أنه من القرن الخامس، منتصف القرن الخامس الميلادي، أنه بعد انهيار سد مارب بدأت القبائل بالنزوع والهجرات إلى جميع الأصقاع، إلى شمال أفريقيا وإلى بلاد الرافدين وإلى المناطق الأخرى، وكونت حضارات أخرى. لكن نحن ما يهمنا طبعا هو عدد المهاجرين أو اللاجئين أو المغادرين الأرض اليمنية. يصل حاليا حسب آخر الإحصائيات عدد المهاجرين اليمنيين اليوم إلى نحو 5 مليون مهاجر في جميع الدول، مشتتين بين من يهاجر بطريقة شرعية كما قلت أو لغرض العمل أو بغرض الخروج من الوطن. كان في الماضي إلى قريب جدا كان حلم الشباب اليمني أو العربي على السواء هو الهجرة لغرض الدراسة أو العمل، ومع ذلك يبقى الوطن هو الشوق المتجدد له يوميا الذي يحلم بمعانقته، يتمنى أن تنقص هذه الأيام والأشهر للعودة للديار لكي يتزوج أو لكي يلتقي بوالديه وأهله وهكذا. اليوم للأسف أصبح الهدف الأول هو الهروب والخروج من الوطن في أي وسيلة كانت، بطرق شرعية أو غير شرعية، والانعدام الطرق الشرعية أصبح الطريقة الغير شرعية هي السبيل أو الخيار الوحيد. ولأننا يمانيون ونهتم بالشان اليمني، فهناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى رغبة الشباب للأسف في مغادرة الوطن، وعلى رأس هذه الأسباب حاليا هو الجانب الاقتصادي وتدني المستوى المعيشي، وكذلك الحرب ضد الميليشيا، ضد الميليشيا التي هذه الحرب التي مزقت كل شيء، دمرت كل شيء وأهلكت الحرث والنسل. أصبح الشباب بين مطرقة البقاء في وطن برائحة البارود ومقفهر بصوت الموت والأوضاع البائسة التي أفرزتها الحرب من وضع متردي وبائس، وبين سندان الإلقاء بالنفس للتهلكة والمغامرة بحياة في رحلة خطيرة تكاد نسبة نجاحها لا تتجاوز من 2-3%. هذا يدفعنا للتساؤل، أما أنا لليمانيون بمختلف الأطياف السياسية والمذهبية أن يحتكموا إلى لغة العقل؟ أما أنا لليمنيون أن يحقنوا دماء أولادهم هؤلاء الذين يذهبون للموت للهروب من الموت إلى الموت؟ أما أنا لليمنيون أن يقفوا وأن يتوقفوا عن الاقتتال وعن الحرب وأن يتوجهوا؟ طيب محمد، يعني كأنه فقط السبب الرئيسي للشباب أنهم يهاجروا فقط لأنه هناك حرب في البلد؟ ربما قبل أن تكون هناك حرب كانت الظروف ربما هناك نوع من الاستقرار، لكن الشباب كانوا يفكروا بالهجرة، ربما دوافع كثيرة منها، ربما البطالة على رأس هذه الدوافع. أنا سأتيك بالحديث أخي العزيز. هذه الرغبة تنطبق طبعا ليست على اليمن فقط، ولكن تنطبق لدى شعوب ودول دول فقيرة أو التي تعيش تحت خط الفقر، تعاني من اضطرابات واحتقانات وحروب والسيل على شتات الصراع، أو ربما يكون الدافع السياسي كما أسلفت قبل قليل كالمطاردات أو السجون التي يتعرض لها بعض الشباب ومصادرة حرياتهم وحقوقهم في التعبير مما يتصادم مع لوائح منظمات حقوق الإنسان. قد تكون أيضا أخي الكريم هناك أسباب للهجرات البشرية، قد تكون إذا جينا للتفاصيل قد تكون اقتصادية أو سياسية أو عرقية أو حتى دينية، ولكن يبقى السبب الأول في اليمن هو تحسين المستوى المعيشي والأبرز، وهو هذا الجانب. عندنا في اليمن أصبح الشباب على قناعة للأسف شبه تامة حاليا مؤخرا بأن الوضع في اليمن هو موت بطيء لا يقل عن خطورة الموت عن البحر في البحر أو على الحدود، بل أن هناك حالات بإزدياد من الانتحار لدى الشباب في عمر الزهور، يعني ظواهر خطيرة جدا. أصبح حلم الشباب في اليمن للأسف من ضمنهم حتى ابني أو غيره أنه يخرج من اليمن، فهذا شيء مؤسف. الإنسان بطبيعته لا يحب الهجرة الطوعية الآمنة والشرعية، فما بالك بالهجرة الإجبارية والغير شرعية. هناك مع الأسف إذا جينا نتحدث عن هذا الجانب وهو الهجرة إلى أوروبا بطريقة
غير شرعية أو عن طريق البحر. هناك بالمناسبة هناك خطين للهجرة إلى أوروبا، الأول عن طريق تركيا اليونان، وهذه طبعا لاقت في الآونة الأخيرة ازدراء من الاتحاد الأوروبي وضغوطات على تركيا وأجبرتها الاتفاقيات. وهناك الخط الآخر وهو الخط البحري عن طريق شمال أفريقيا أو عن طريق ليبيا أو مصر بقوارب مخترئة، قوارب للصيد. يعني الشباب هم مش عارفين إيش اللي يحدث يعني في اليمن. هذه القوارب هي قوارب للصيد، قوارب مخترئة. الاتفاق يكون ما بين المهرب وما بين الذي سوف يقوم بتهريبي على أن يكون العدد 20 أو 30، يتفاجأ بأن هذا العدد قد يكون إلى 200 أو إلى 300 أو إلى 400. مؤخرا أصبح المهربون يتفقون مع السلطات الأمنية في مصر أو في أي مكان على أن احنا سوف نهاجر أو أن احنا سوف نحرك بالمركب في الساعة الفلانية، فأنتم يجب أن تحضروا، ويقوم بالتقاسم بالمبلغ هذا مع الضابط أو الشخص الذي يقوم بهذه الحملة، وبالتالي لأنه سوف يتعرض لمساءلة قانونية. طبعا تصور خاطئ لدى الشباب أن أوروبا هي الجنة الموعودة والأرض الأرض الوردية والأرض الأحلام المنشودة. يساعدهم في هذا التصور الخاطئ بعض الشذرات من الأخبار بأن فلان كان قد وصل إلى النرويج أو السويد أو ألمانيا أو إيطاليا وحصل حق اللجوء الإنساني وحصل على أوراق العمل وكذا وكذا. فعلي على الحقيقة هذه كانت إلى السنوات القليلة التي مضت، ثم بدأت أوروبا بتم قوانين جديدة. مؤخرا أخي العزيز اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل وخرجوا بعدة قرارات فيما يتعلق بالمهاجرين إلى أوروبا. من هذه القرارات أولا تكثيف مراقبة الحدود الأوروبية من طيب حتى نستفيد من الوقت، ما يخص اليمنيين لو تركز عليه، هل بهذه القرارات شيء إيجابي أم ربما سلبي على من يرغب بالهجرة إلى أوروبا؟ أكيد شيء سلبي بطبيعة الحال، لأنه اليمني زي ما قلت لك أنه بيمتطي المخاطر ويمتطي الخطوب ويسمع بأن هناك شخص قد نجح، بالمقابل هناك 10 أو 20 أو 50 شخص لم ينجحوا. هناك مؤخرا حدثت قبل أسبوع قضية من ضمنها طبعا ناس من قريتي، حدثت قبل أسبوع أنه في جماعة سافروا عن طريق ياجورة، منطقة في ياجورة في ليبيا، وكان على ضمن هذا اليخت المطاطي أكثر من 130 شخص، أكثر من 130 شخص. تفاجؤوا بأن هذا العدد كبير جدا وأجبروهم المهربين بأن يركبوا في اليخت هذا، وغرق أكثر من 105 شخص من أبناء من بينهم أطفال ونساء، ومات بين فقيد وغريق حوالي 105، وتم نجاة 25 شخص. إذا سمحت لي سوف أذكر طبعا لأنه يهمني الأشخاص هذه، لأنه هناك ما زال هناك بعض الأشخاص مفقودين، وهناك رسالة يجب أن توصل إلى السفير والقنصل اليمني في ليبيا. هؤلاء الأشخاص هم تبع يمنيون، يمنيون شباب في ريعان الزهور، بعضهم يحمل شهادات جامعية، وتم العثور على 3 منهم وهم وليد الدبيسي وعمري سويلح، والشاب الثالث يسمى عبد القادر عبد من محافظة حضرموت. هؤلاء الاثنين الأولين هما من مديرية دمت محافظة الضالع. ما زال هناك 4 في إطار المفقودين، من ضمنهم محمد الظاهري وجمال حيدرة وجوهر الحرازي وصالح البيضاني من محافظة البيضاء. السفير اليمني في ليبيا والقنصل اليمني تم التواصل معه مباشرة للسماح للناجين اليمنيين الوحيدين بالتعرف على هؤلاء على الجثث اليمنية، هل ما زالوا مفقودين، هل توفوا في البحر أم هل غرقوا. وللأسف وجدنا أن هناك تعامل بإزدراء وبطء جدا جدا من قبل السفارات اليمنية. يجب أن تكون هناك حالات الحكومة تستطيع على فكرة ترتيب بعض الأوضاع لمواجهة الهجرة الغير شرعية. أشكرك جزيلا، أشكرك جزيلا أخ محمد حتى نشرك اتصالات أخرى. شكرا لك الأخ أحمد القاضي من المملكة العربية السعودية، أهلا بك أخ أحمد. أهلا أهلا أستاذ سامي. أخ أحمد، تعتقد أن المهاجرون الذين غادروا البلاد ولديهم الكثير من التطلعات والآمال ربما رسموا في مخيلتهم، هل تعتقد أنهم وجدوا هذه التطلعات والآمال بعد الهجرة؟ أولا وقبل كل شيء أستاذ الكريم، الهجرة هي يعني الانتقال من العذاب إلى عذاب آخر، واليمني بطبيعة الحال منذ القدم يعاني من هذه التنقلات والهجرات بسبب الأوضاع المتردية في اليمن،
بسبب الانقلاب وبسبب المعارك أصبح حلم اليمني أن يعيش حياة طبيعية وأن يوفر لقمة العيش له ولأسرته ولأهله، فأصبح يحاول أن يهاجر إلى البلدان الأخرى لأنه صار مغتربا في بلاده، أصبح ممنوع مثلا من دخول جنوب اليمن، أو أصبح لا يستطيع أن يذهب إلى مناطق الشمال بسبب المشاكل، أو قد تكون هناك يعني عوائق تعيقه من اختطافات أو سجن أو تعذيب أو ما إلى ذلك، فأصبح يتطلع إلى الهجرة. كانت في بداية الحرب هناك تساهيل نوعا ما لليمنيين، ولكن للأسف الجانب الحكومي لم يستثمر هذا الشيء ويفعل دور المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الهجرة وتجاهل هذا الأمر، فكان هناك نوع من النزوح. يعني احنا هنا في المملكة العربية السعودية في بداية الحرب كان قرابة 500,000 يمني دخلوا إلى المملكة العربية السعودية وتم تسوية أوضاعهم، هذا خلاف الذين دخلوا بالتأشيرات الحكومية والزيارات العائلية. ثم بسبب ضيق الأحوال وعدم تجاوب الحكومة صار هناك تضييق على اليمنيين، فأصبح حلم اليمني أن ينتقل إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو كندا أو ماليزيا أو شمال أفريقيا بالطرق الشرعية أو غير الشرعية. الآن بسبب الأوضاع المتردية وبسبب كما عدم تجاوب الحكومة مع المنظمات الهجرة أصبح اليمني مطارد في كل مكان، وأصبح الهجرة من أصعب المستحيلات عليه، فقد تمت مضايقة اليمنيين في أمريكا، في كندا ممنوع، في أغلب الدول ممنوع دخول اليمني، حتى الذين لقوا إلى جزيرة جيجون في كوريا الآن هناك مظاهرات تخرج للمطالبة بطردهم، بعد أن كان هناك قرابة 500 يمني كانوا سيحصلون على حق اللجوء. هناك يا أستاذ الكريم مافيا تشتغل في السمسرة مقابل الهجرة، مثلا يذهب شخص فيكتب له الله القبول للهروب إلى أوروبا أو إلى أمريكا فيغرر بالآخرين أنه سيسهل لهم طريق الهجرة ويسهل لهم طريق اللجوء، فللأسف الشديد بعضهم بسبب الأوضاع وبسبب أنه يريد أن يعيل أهله وأسرته ويعيش حياة وسرية يصدق هذا الشخص فيذهب معه ويتفاجأ أنه هناك في عرض البحر يعني المركب قد يكون يحمل 50 شخص فيتفاجأ ب500 شخص، قد يغرب المركب كما حصل مع إخواننا الذين غرقوا في السواحل الليبية. فعلا أشكرك جزيلا أخ أحمد القاضي من السعودية. أيضا من النمسا ينضم لنا الأخ شادي العمودي، أهلا بك أخ شادي. أهلا بك أخي، وأشكرك وأشكر إدارة القناة على إثارة موضوع مهم كهذا، خصوصا مع الأنباء التي تواردت عن غرق بعض اليمنيين في سواحل البحر الموت المتوسط، وحب أن أعدل شوية من أوسلو وليس من النمسا. طيب الغلط من الزميل المنتج، إذا نعتذر. طيب أخ شادي، بالنسبة نحن نتحدث عن وضع يعني الهجرة وظاهرة الهجرة، ربما هناك طرف في هذا الموضوع يتعلق بالمنظمات الإنسانية، أيضا الدول التي يصل إليها هؤلاء المهاجرون، كيف تقيم تعاطي وتعامل هذه الجهات مع المهاجرين اليمنيين؟ أخي أن تكون يمني فقد أصبحت اليوم لعنة تطاردك في كل مكان. المنظمات الإنسانية والمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تكتفي فقط في المساعدات الإنسانية التي تقدم لليمن. هناك خوف كبير وخوف شديد بسبب عدم القدرة على التمييز من المواطنين الذين يأتون إلى دول الخارج، هل هم يتبعون لفئة إرهابية، هل هم يتبعون لميليشيات، هل هم مجرد مواطنون يبحثون عن فرصة جديدة للحياة. الأمر يصبح شاكلة لعدم وجود قاعدة بيانات، لعدم وجود حكومة تستطيع أن تتواصل وتثبت للحكومات الأوروبية والحكومات الأجنبية أن هذا المواطن هو مواطن سليم ليس عليه شيء. هناك مشكلة كبيرة، ولكن السؤال الأكبر لماذا يهاجر اليمني؟ أعتقد أن اليمني يركب قوارب الموت سعيا ليجد فرصة للحياة من رماد الموت الذي هو يعيشه. أن اليمني أصبح يدفع حياته ثمنا ضخصا لعله يولد من جديد من رماد الموت ورماد الحرب، يعني ظن منه أن. طيب شادي، حتى نجيب على هذا السؤال يمكن إذا سمحت، يعني بالاستناد إلى تجربتك الشخصية، أنت اليوم في النرويج
هل كمهاجر وكيف تقيم هذه التجربة؟ هل هي أفضل لأنك غادرت اليمن؟ هل وجدت الأحلام والأماني والطموحات التي تحلم بها؟ أخي العزيز، منذ أن غادرت اليمن اكتشفت أنني كنت في اليمن مجرد رقم وضع في عدد المواليد، ثم بعد ذلك وضع في السجلات المدنية ليس أكثر. عندما وصلت إلى هنا وجدت أنني إنسان، عرفت ما معنى قيمة إنسان، أن تكون إنسان وأن تكون لديك حقوق وواجبات، تعرف ما لديك وما عليك، أن تجد الفرص المتساوية مثلك مثل غيرك، لا توجد الوساطات، لا توجد الرشوات، لا توجد ابن فلان وابن علان. عندما يتساوى الرئيس بالفقير، عندما يتساوى عامل النظافة بالمهندس، عندما يتساوى الجميع، هنا تجد معنى الحياة. هنا وجدنا معنى الحياة عندما لا تجد من يملي عليك ما تفعل وما تسوي. طيب هل وجدت هذه المزايا لأنك اليوم أصبحت مواطن نرويجي، أو ما زلت بالجواز السفر اليمني وربما لكن هناك معاملة من نوع خاص لأنك لاجئ وفي بلدك حرب؟ أخي، المعاملات هنا في بلدان مثل هذه لا تتعامل بجواز أو بهوية أو بدين أو بعرق، هنا تتعامل بمجرد أنك إنسان مقيم في هذه الأرض، فلك جميع الحقوق مثل أي مواطن نرويجي آخر. هنا يعاملك كإنسان أخي، لا كهوية أو جنسية أو دين أو رقم. الفرق كبير أخي، الفرق كبير. عندما نأخذ مثال بسيط، السعودية ومشاريع السعودة وطرد الأشقاء، بينما تجد هنا لا أحد يسألك من أين أتيت، لا أحد يسألك ما هو دينك، ما هو عرقك، ما هو لونك، الكل متساوي كأسنان المشط. صحيح. طيب شكرا جزيلا لك شادي العمودي من النرويج. اتصال آخر. طيب نذهب لاستطلاع بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب. إذا أتينا إلى الحديث عن الإنسان اليمني، سنجد أن ذكره لا يكاد ينفلت سواء في ماضيه أو حاضره عن الغربة أو الاغتراب. اعتاد اليمنيون سواء في ماضيهم أو في حاضرهم الاغتراب والهجرة وترك أهاليهم وأسرهم بحثا عن لقمة العيش وبحثا عن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وفعلوا من أجل ذلك المستحيل من التسكع أمام السفارات والبحث عن أي فرصة أو تأشيرة للخروج من واقعهم وللخروج من بلدهم، علهم يجدون حياة كريمة لأنفسهم ولأهاليهم. في الوقت الحالي أصبح الإنسان اليمني وهو داخل اليمن معزولا عن العالم الخارجي، وأشد غربة ممن هم خارج اليمن، وهو دوما في صدد البحث عن أي فرصة تخرجه من هذه العزلة ومن هذه الفاقة. كل السفارات أغلقت أبوابها أمام اليمنيين، وأصبح ذلك الأمل أو بصيص الأمل ذلك في من ضربا من المستحيل وضربا من الخيال. كارثة الحرب كانت هي الأشد وطأة على اليمنيين، وكانت هي من زادت بلت طينة التخلف والجهل والفقر والفاقة على المواطن اليمني. لم يعد اليمني مقبولا في كثير من الدول، فهو كما صوره النظام البائد بأنه إرهابي ومخرب، فيما أنه في حقيقة الأمر هو باحث عن لقمة العيش وباحث عن حياة كريمة له ولأبنائه. أيضا لدى شباب اليمن همة وعزيمة وطموح ببناء وطنهم وانتشاله من الوحل الذي علق فيه بسبب الحروب المتراكمة عليه. هذا تطلب منهم تأهيل أنفسهم والبحث عن فرص للعلم وللدراسة في خارج بلدانهم، ليعودوا قادرين على بناء أوطانهم، ونذروا لذلك أنفسهم وشبابهم. لكن كانت تعقيدات. من ماليزيا أيضا عبر الهاتف الأخت سحار عبد الرحمن. سحار، باعتقادك لماذا أصبح أغلب اليمنيين يطمحون إلى الهجرة اليوم خارج البلد؟ أهلا فيكم، أنا من موسكو روسيا. من روسيا؟ طبعا من روسيا. نعتذر، خطأ أيضا من عندنا، تفضلي. للأسف الشباب اليمني بالذات في هذه الفترة، فترة الحرب والبطالة والفقر، أحلامه كبيرة بأن يهاجر، يغير من حياته إلى الأفضل. كثير من الأشياء التي يواجهها، خاصة عندما يأتي يحاول أن يهاجر إلى دولة أخرى، ومن هذه المشاكل التي يواجهها
أولا أنه يجد صعوبات كبيرة، ممكن أن تأخذه مثلا الشرطة، ممكن أن يجد صعوبات في المطارات. أيضا هنا في روسيا هناك طالبان إلى الآن محجوزان في السجن ولا ليس لهم أي خبر إلى الآن، حتى أن الحكومة أو السفارات ووزارة الخارجية لم تعطي أي حل لهذا الشيء، أو ربما ليس لهم أي معرفة. أيضا التغطية الإعلامية على الحرب اليمنية تعتبر حرب شبه منسية، ليس لها تغطية إعلامية كالحرب في سوريا. طيب شكرا جزيلا لك سحر، وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم في الحلقة القادمة ومواضيع أخرى. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.